السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القدس وقريبا من قرية لفتة الفوقة، هون أحد هذه البيوت المنهوبة. تم تحويل هذا البيت لأظن بيت كنيس، لأنه مكتوب عليه تلمود فيتا تافرا دركي نوعم، يعني تلمود، يعني بعلموا فيه تلمود، الكتاب التلمود اللي بعلموا فيه العداء للعرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.